لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. السلام عليكم. نبدأ من مقال الكاتب حسين صالح السبعاوي حول الشحن الطائفي في العراق وأسبابه، حيث يقول: تبنت الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إيران تشكيل نظام سياسي طائفي في العراق، وقدمت لهذا النظام كل أنواع الدعم العسكري والسياسي. وكانت أمريكا وإيران السند الدولي الذي يتكئ عليهما النظام في العراق كلما ضيق عليه من قبل الشعب الرافض لهذا النوع من الحكم الطائفي. ويبدأ الشحن الطائفي كلما تبدأ مرحلة انتخابية جديدة، ويبدأ الشعب بالعزوف عنها ومقاطعتها، فتقوم الأحزاب الطائفية والميليشيات بإثارة الطائفية من خلال حوادث أمنية مشبوهة وإلصاق التهم ضد المكونات الأخرى، أو من خلال بث إعلامي طائفي مركز لتجيش الشارع العراقي ضد بعضهم البعض. ويبدأ الشحن الطائفي كلما يطالب المواطن العراقي بحقوقه من تقديم الخدمات والقضاء على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. تثار الطائفية كلما تثبت العملية السياسية فشلها في إدارة الدولة العراقية، ويطالب الشعب بالتغيير نحو عملية سياسية تعتمد مبدأ المواطنة بدل الطائفية، انتفاضة تشرين أنموذجاً. كلما طالب الشعب العراقي بحل الميليشيات والاعتماد على وزارة الداخلية والدفاع وبقية المؤسسات الأمنية لحماية الوطن والمواطن وإيقاف عبث الميليشيات ونزع أسلحتها، يبدأ الشحن الطائفي بأن هذه الميليشيات مقدسة ولا يمكن المساس بها. تثار الطائفية كلما اختلفوا مع شركائهم في العملية السياسية، ويبدأ التهديد والوعيد، وتبدأ البيانات الطائفية تصدر واحداً تلو الآخر، وتبدأ الماكينة الإعلامية الطائفية تستضيف أسوأ من وطأ الأرض لينفث سمومه. لقد مورست الطائفية في العراق بأبشع صورها، واستحلت كل ما هو حرام شرعاً وعرفاً وقانوناً، فهي تقتل المواطنة حماية للمذهب، وتسرق المال العام من أجل الطائفة والمذهب، وتدمر المناطق السكنية، وتهجر الناس حفاظاً على المذهب والطائفة، وتهدم المساجد ودور العبادة لحماية المذهب، واستباحوا كل المحرمات وارتكبوا كل الموبقات، حتى أبناء المذهب نفسه لم يسلموا من بطشهم، فقتلوا منهم المئات وهجروا الآلاف. يقول الكاتب سمير عادل: ليس لدى النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي أي مشكلة لو بقي العراق دون حكومة إلى أجل غير مسمى، طالما أن الوضع السياسي المحلي لا يؤثر على مكانته في التقسيم العالمي للإنتاج الرأسمالي. هذه المكانة هي صناعة النفط، بمعنى آخر لو أدت الأزمة السياسية الحالية في العراق إلى التأثير على صناعة النفط وزعزعة الإنتاج العالمي، لتحول بغداد إلى مكان لحجيج المندوبين والمبعوثين الدوليين وقادة الغرب والشرق لحل الأزمة السياسية، بل إن مؤسسات مالية دولية تشيد بأداء العراق الاقتصادي وأداء حكومته التي هي خارج نطاق الخدمة منذ 6 أشهر، وهي تسمى بحكومة تصريف أعمال. وعليه فإن الإدارة الأمريكية غير مستعجلة على تشكيل الحكومة في العراق ولا الجمهورية في إيران. الأزمة السياسية الحالية في العراق هي أزمة قديمة جديدة. قديمة بمعنى أنها ولدت منذ غزو العراق، وأن الاحتلال لم يستطع خلق نظام سياسي مستقر ودولة ذات مؤسسات بالمعنى القانوني والسياسي والهويتي. وخلال كل تلك السنوات كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تديران الأزمة السياسية. وهنا نقصد بأزمة السلطة السياسية التي أرسيت على أساس المحاصصة القومية والطائفية، ولم تستطع نفس الطبقة البرجوازية الحاكمة في العراق حسم التشرذم السياسي في صفوفها. أما الجديد في الأزمة المذكورة هو أن انتفاضة أكتوبر عمقت من أزمة السلطة السياسية في العراق، وهي من قلبت المعادلة السياسية التي يجر كل طرف من تلابيبها دون جدوى. أثبت الرهان على الانتخابات لتغيير المشهد السياسي في العراق فشله الذريع، ولم يساورنا أدنى شك في ذلك، وقد تحدثنا عنها بإسهاب وفي مناسبات مختلفة، لأنه ببساطة أن من يحسم مسألة السلطة السياسية ليس من يحصد الأصوات في الانتخابات، وبغض النظر عن شفافيتها ونزاهتها أو عدمها، بل من يحسمها هو من يمتلك ميليشيات.
وقد اكتشفت جماهير العراق بعد ما يقارب عقدين من الزمن كذبة الانتخابات وصناديقها المهترئة، ولذلك قطعتها بنسبة أكثر من 82%، وهذا هو سر امتعاض الجميع في العملية السياسية بما فيها الفائزين منهم. حول الحملة ضد الصرخيين في العراق كتب عبد اللطيف السعدون في صحيفة العربي الجديد: لم تكن حملة أجهزة الأمن العراقية ضد جماعة المرجع الشيعي محمود الحسن الصرخي مفاجئة لأحد، كما لم تكن التي استندت إليها الحملة خارج المألوف، لكن المعروف أن حالة الانسداد الصعب التي تعيشها العملية السياسية التي هندسها الأمريكيون بعد الاحتلال تفرض عند مريديها البحث عن مخارج تعينهم على تصريف ما يحيق بها، وأيضا لإشغال الناس فيما ينسيهم همومهم الكبرى. أشار عارفون بأسرار ما وراء الأكمة إلى أصابع إيرانية في هذه القضية، وقرنوا ذلك بالتهديد المبطن الذي أبلغ عبر قنوات متعددة، آخرها ما قاله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في زيارة الوزير أخيراً إلى طهران، من أن بلاده لن تسمح بنشاطات معادية لها في العراق وإن واجب العراق أن يقمعها. ويضيف هؤلاء العارفون أن طهران أرادت الثأر من الصرخيين على خلفية اقتحامهم القنصلية الإيرانية في كربلاء وحرق العلم الإيراني أثناء موجة الاحتجاجات التي عمت العراق قبل عامين وتنديدهم بالتدخلات الإيرانية. وللصرخي مواقفه المعروفة ضد إيران ونظرته للحشد الشعبي وكذلك الميليشيات على أنها امتداد لنظام طهران، وعلى ذمة المثل الإنجليزي أن السياسة يمكنها أكل كل شيء، فإن السياسة في العراق أكلت من كل هذه التداعيات. إذ تصاعدت أصوات مطالبة باجتثاث التيار الصرخي وتجريم أتباعه، فيما ندد آخرون بالحملة المناهضة له واعتبروها حالة قمع للرأي الآخر الذي لم يخرج عن حدود القانون. وقد فضلت الرئاسة الثلاث نائب النفس عن هذه السجالات وصمتت صمت القبور، وهكذا يتنقل الساسة العراقيون بين سيناريو وآخر بغرض شراء الوقت من أجل إعادة إنتاج العملية السياسية الطائفية على نحو يكفل لهم مواجهة المد الشعبي المتصاعد الذي يرفض تدخلات طهران وهيمنتها على القرار العراقي. تحت عنوان الإسلاموفوبيا هي القوة الدافعة في الانتخابات الفرنسية بالنسبة للمسلمين مثلي لا يوجد خيار، قالت الكاتبة الفرنسية آسيا بالقاسم في مقال رأي في صحيفة الاندبندد البريطانية. قالت إن المواجهة بين ماري لوبين وإيمانويل ماكرون في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية تبدو وكأنها قد سبق ورأيناها، لكن هذه المرة حياة المسلمين معرضة للخطر أكثر مما كانت عليه في عام 2017. وتضيف الكاتبة: كمسلمين فرنسيين نتمنى أن نتمكن من التصويت لصالح أهون الشرين، لكننا تركنا جولة أخيرة حيث لا يوجد هذا الخيار، لأن كلا المرشحين أثبتا كراهية الإسلام مرات لا تحصى. كثيراً ما أتساءل كيف سيكون لديهم انتخابات بدوننا؟ الأمر يتعلق بنا دائماً، لكن بدوننا نحن جزء كبير من خطاب الانتخابات الرئاسية، كما لو لم تكن هناك قضايا بطالة يجب معالجتها أو أزمة يجب إدارتها. بصفتنا محجبات فنحن دائماً الموضوع الرئيسي لمناقشاتهم، ومع ذلك لم يتم منح أي منا منصة للرد والدفاع عن موقفنا وشرح خيارنا وكيف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما يسمى بقيم الجمهورية الفرنسية من الحرية والمساواة والأخوة. وتضيف: لكن يجب أن أقول إننا لسنا ملزمين بشرح خيارنا لدولة بأكملها، ولكن ما الذي يمكن أن نتوقعه أيضاً عندما تقول مارين لوبان بفخر إن بورقيبة رئيس الجزائر حظر الحجاب في الأماكن العامة؟ وصحفية المحاورة لا تبدو أقل دهشة من هذا الكلام وترد فقط: لكن لم يعد هذا هو الحال بعد الآن، علماً أن بورقيبة هو رئيس تونس الأسبق ولم يتخذ مثل هذا القرار في الجزائر. وتشدد الكاتبة: أرفض متابعة السياسة الفرنسية على التلفزيون أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنني بصفة امرأة مسلمة ما الذي أكسبه سوى الصداع في وقت يجب أن أحافظ فيه على صحة العقلية؟ هل أحتاج حقاً أن أعرف بالتفصيل كيف يخططون لقمعنا عندما لا أزال أعاني من اضطهادهم؟
يرى بيت كويسترا سفير أمريكا السابق لدى هولندا ورئيس مركز مجلس مستشاري السياسة الأمنية في تقرير نشره معهد جيتسون الأمريكي. قال أو يرى أن تقارير نشرت مؤخرا أكدت أن هناك اتجاها مقلقا في ديناميكية القوة العالمية، ولا تحظى هذه التقارير بقدر كبير من الاهتمام بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، لكن الصين تستغل هذه اللحظة البعيدة عن الأضواء للعمل بذكاء لزيادة نفوذها في العالم الإسلامي. في الوقت نفسه تبدد الولايات المتحدة هذه اللحظة بمحاولة التفاوض على إحياء الاتفاق النووي الإيراني بمساعدة روسيا. وذكر هيكوسترا أنه في اجتماع عقد مؤخرا لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، كان وزير الخارجية الصيني وانغ لي مدعوا خاصا، وهي أول مرة يتم فيها دعوة مسؤول حكومي صيني للمشاركة في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي. وفقا للتقارير، فإن الصين تستثمر أكثر من 400 مليار دولار في حوالي 600 مشروع في أنحاء العالم الإسلامي تحت مظلة مبادرة الحزام والطريق. والفرق بين الاستراتيجية الدولية للحزب الشيوعي الصيني وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن واضح للغاية، إذ يواصل الحزب الشيوعي الصيني الاعتماد على فتح أبواب جديدة وكسب المزيد من النفوذ العالمي. فالحزب الشيوعي الصيني بتواصله مع منظمة التعاون الإسلامي ومواطني دولها البالغ عددهم 1.8 مليار نسمة يقدم دليلاً قوياً على دوره ويحظى بالترحيب. وفي عام 2015 تم توصل الاتفاق النووي مع إيران، أتاح لها بصورة مذهلة الحصول على قدرات نووية في سنوات قليلة، حيث واصلت بناء قنبلتها النووية وتطوير صواريخها البالستية والتحريض على الإرهاب في أنحاء المنطقة. ويرى هويكسترا أنه باختصار تضحي الولايات المتحدة بتقدم مهم في الشرق الأوسط من أجل مساعدة الصين وروسيا وإيران، وهي الدول التي تمثل أكبر تهديد لسلامة أمريكا وأمنها الدولي. وتوضح التصرفات التي شهدتها الأشهر 18 الماضية التحديات الرئيسية التي تواجه السياسة الخارجية الأمريكية والتي تتأرجح ما بين إدارة وأخرى، ما يسفر عن افتقار تام للاتساق، كما أنها توضح حقيقة أنه يبدو أن إدارة بايدن ليست على استعداد للتعلم من الإدارة السابقة لها. تحت عنوان أوكرانيا بصدد تغيير التوازن ووجه أوروبا، اعتبر الفيلسوف الفرنسي بول تيبو في مقال بصحيفة لوفيغارو الفرنسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خسر الحرب في أوكرانيا لأنه أراد الاستيلاء على المدن الرئيسة وقبل كل شيء العاصمة كييف لوضع قوة تابعة له مثل تلك الموجودة في مينسك، لكن قواته لم تنجح حتى الآن في تطويق المدن المرغوبة وراوحت مكانها أمام الهدف باستثناء النهب والاغتصاب والوحشية، فهم يعرفون فقط كيف يقصفون ويراكمون الأنقاض التي تغطي الكثير من الجثث. بالنسبة لموسكو، كانت السيطرة على أوكرانيا رداً على الخوف من رؤية نيتو يتعدى على مجالها، لكن الفشل في عزل هذا البلد عن أوروبا والغرب هو أكثر وضوحاً من الفشل في احتلال أراضيه. رداً على الغزو، تبنت جميع الشعوب من المحيط الأطلسي لا فيستولا على الفور أوكرانيا في الأسرة الأوروبية. من الناحية الرسمية، أوكرانيا ليست عضواً في النيتو ولا في الاتحاد الأوروبي، لكنها تتلقى مساعدات إنسانية كبيرة من الغرب، ولم تنجح روسيا في منع الولايات المتحدة وبعض الدول المجاورة من تسليم أسلحة مضادة للدبابات أو الصواريخ. واعتبر الكاتب أن أوكرانيا الآن في مركز اهتمامات أوروبا، قائلاً أن هذا التضامن الغربي يحرم بوتين من فسحة أساسية، إذ كان يعتقد أن لديه التحكم في التصعيد ليكون قادراً على تحديد مستوى عنف الصراع الذي بدأه، مهدداً الغربيين بعواقب لم يروها قط إذا تجاوزوا الحدود التي وضعها. لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن غير اللعبة بالإشارة، كما فعل الأمين العام لحلف النيتو، إلا أن استخدام الروس لأسلحة جديدة سيؤدي إلى استجابة متناسبة. بعبارة أخرى، تم الرد على تهديد بوتين من خلال الردع المضاد الأمريكي، وهذا يجعل من الصعب على روسيا التغلب على إخفاقاتها بالأسلحة الكيماوية أو النووية. فإذا كانت أوكرانيا لا تملك مثل هذه الترسانة، فإنها محمية من الخطر الذي يعرضه لها ذلك من خلال التضامن المطلق للغربيين معها.
نشر محرك البحث جوجل صوراً بتقنية تسريع الوقت كطريقة للإنذار بالتحول المخيف للغطاء الثلجي للأرض، ومن خلال تقنية تايم لابس للصور التي التقطتها الأقمار الصناعية يتضح تحولاً مذهلاً وخطيراً على وجه الأرض بسبب التغير المناخي والعوامل البشرية. ويظهر ذوبان الأنهار الجليدية السريع وتراجع الغطاء الثلجي وإزالة الغابات وتراجع الشعاب المرجانية، كلها عوامل تنذر بمستقبل باهت للأرض إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لحمايتها. وتضمنت رسومات شعار جوجل المبتكرة ليوم الأرض لعام 2022 تضمنت 4 صور متحركة تم إنشاؤها من صور الأقمار الصناعية وصور فوتوغرافية من وكالة المحيطات، وتظهر الصور تراجع الأنهار الجليدية في قمة جبل كليميناغورا في تنزانيا وذوبان الأنهار الجليدية في غرينلاند، بالإضافة إلى تدني عدد الأشجار بشكل رهيب في غابات هارتس في إيلاند في ألمانيا. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.